يقول: مر بنا في الدرس السابق آثار عن أبي سليمان الداراني وأبي عثمان النيسابوري وأبي عمرو بن الجنيد، فما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء مشائخ الصوفية؟ هؤلاء من أهل الزهد، وهم صوفية معتدلة، صوفيتهم معتدلة، وهم يقولون علمنا مربوط بالكتاب والسنة، وهؤلاء المتأخرون يدعون أنهم ينتسبون إلى هؤلاء، فالشيخ يريد الرد عليهم لأن الذين تدعون أنهم أئمتكم هم يحثون على اتباع الكتاب والسنة، فلماذا تخالفونهم؟ هذا قصده، قصده إلزامهم بهذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.